ومن شيكاغو ينضم إلينا اختصاصي الأمراض الصدرية والعناية الحديثة الدكتور محمد زاهر سحلول. أهلا بك دكتور محمد. يعني برأيك هل وصل الأردن إلى مرحلة الخطر بعد تسجيل هذا الارتفاع في الإصابات الغير متوقعة؟ نعم، هذه مرحلة جديدة ومرحلة مفصلية في انتشار الوباء في الأردن، مرحلة مهمة جدا وخطرة، كل إنسان لازم يأخذها بشكل جدي. وقت بتوصل نسبة الإصابات لأكثر من 5% من الفحوص، معناتها هذه مرحلة خطيرة جدا، رح يكون في تسارع في عدد الإصابات، تسارع في عدد المرضى المقبولين إلى المشافي، تسارع في عدد الوفيات، تسارع في انتشار الفيروس في المرحلة القادمة. فأهم شيء أنه طبعاً الهيئات الصحية مثل ما ذكر الأخ بسام أخذ هذا الأمر بشكل جدي، وهذا أمر جيد جداً. المشافي لازم ترفع سويتها بحيث أنه تستوعب عدد أكبر من المرضى من الحالة العادية. يعني اليوم ذكر أنه عدد الحالات في الأردن 600 حالة جديدة، من هال 600 حالة الجديدة 20% راح يدخلوا على المستشفى، يعني حوالي 120 حالة راح يدخلوا على المستشفى، حوالي 40 حالة راح تدخل إلى غرف العناية المشددة. وإذا كانت غرف العناية المشددة في المشافي في المملكة غير قادرة على استيعاب الأعداد القادمة، فهذا راح يشكل خطورة، معناتها في مرضى راح يدخلوا المشافي وما يكون في عندهم غرف أو منافس جاهزة للعلاج. فأهم شيء هي رفع السوية الاستيعابية للمشافي في هذه المرحلة. طبعا الالتزام بالإجراءات الوقائية مهم جدا 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 لمنع انتشار الفيروس. يعني دكتور، هل فقط الالتزام بالإجراءات الوقائية هو الحل لتقليل أعداد الإصابات؟ يعني ما هي الحلول الأخرى لتقليل أعداد الإصابات غير الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أيضا؟ أهم أمر أختي العزيزي هو زيادة عدد الفحوص اليومية لحتى نكشف المرضى اللي عندهم الفيروس، مشان نطبق موضوع العزل بالنسبة للمريض وموضوع الحجر الوقائي للناس المتعرضين للمريض. فهذا أهم أمر حاليا. يعني معظم الدول وقت بتوصل لهالمرحلة اللي هي أكثر من 5% من الفحوص، بتزيد من عدد نسبة الفحوص المستخدمة يوميا لكشف الحالات الجديدة للعزل والحجر. العزل والحجر هو أهم مرحلة، أهم شغلة ممكن الدولة تعملها في هذه الحالة للمرضى طبعا والمتعرضين للمرض. والأمر الثاني هو زيادة الطاقة الاستيعابية للمشافي، خاصة غرف العناية المشددة والمنافس لمعالجة المرضى المتوقع أن يدخلوا للمشافي. طبعا الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر مهم جدا، ما في شيء ثاني الحقيقة ممكن يعملوا، ما في هناك حلول سحرية. اللقاح إسا يعني بده عدة أشهر لحتى يكون متاح للناس. طبعا وقاية الناس اللي عندهم متقدمين في السن، الناس اللي عندهم عوامل خطورة كارتفاع الضغط، السكري، الأمراض الرئوية المزمنة، أمراض الكلية المزمنة، البداني، مهم جدا، لأنه هدول الناس اللي ممكن إذا أصيبوا بالفيروس رح يكون عندهم إصابة خطيرة تؤدي إلى دخولهم المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة. نعم دكتور، بالمقارنة مع تجارب دول أخرى، يعني كيف للأردن اليوم مكافحة وانتشار هذا الوباء المتسارع ليس فقط في الأردن بل في كل دول العالم؟ الأردن عنده فرصة ممتازة جدا لعدة أسباب. السبب الأول أنه عدد الإصابات في الأردن مقارنة بالدول المحيطة إسعته عدد قليل جدا، مقارنة بالعراق، بسوريا، بإسرائيل، بالمملكة العربية السعودية وما إلى ذلك. الأمر الثاني، الأردن عنده قدرة طبية لاستيعاب الوباء بشكل جيد. طبعا الوضع الصحي في الأردن ممتاز مقارنة بالدول العربية المحيطة فيه، وهذا أمر ثاني. الأطباء الأردنيين والممرضات والممرضين الأردنيين معروفين بالإتقان العمل، بالإخلاص، بالقدرة، بالمهارات، هذا كله أمر بيساعد. الأمر الثالث أنه الأردن عنده فترة طويلة اللي هي 8 أشهر الماضية لتعلم التجارب الدول حتى المتقدمة اللي أصيبت بالفيروس بشكل كبير، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الثانية. فهذه الأمور كلها بتخلي الأردن بمرحلة أنه قادر على التعامل مع هذه المرحلة الخطرة جدا من انتشار فيروس الكورونا في الأردن. نعم الدكتور محمد زاهر سحلول اختصاصي الأمراض الصدرية والعناية الحديثة من شيكاغو، شكرا لك.